طالب من الصليب الأحمر والرئيس أبو مازن، كل واحد عنده ضمير حي يقف في جانب الأسرة. قضية الأسرة قضية بتشرف، يقفوا ويخلوا قضية الأسرة في سلم الأولويات، يفاوضوا ما يفاوضوش على أي حاجة إلا على طريق الأسرة. ونقول للأسرة المعنويات عالية، وإحنا بنعطي في كل نهار التنين بنيجي هانا متضمنين مع أولادنا، والتضامن هذا مش كفاية يعني لأهالي الأسرة، لازم يجوا كمان الكل يتضامن معاهم. بينادوا للحرية.